اوكي طلاب، هسه نرجع نعيد على السريع شويه. قلنا راح يكون عندي هذا الطول الكلي للانبوب الجزء الاول اللي راح يكون طوله S في N1 بقطر D1. الدي 1 هنا عندي 100 ملي. الجزء الثاني من الانبوب راح يكون بقطر D2. نختار قطر من القائمه مال الاقطار المتوفره، تكون الشرط يكون اقل من ال 100 ملي، وراح نرجع ويا الخيار مال 80 ملي. طوله S في N2. N2 عدد المرشات على أنبوب اللي قطره D2، N1 عدد المرشات الأنبوب أو جزء من الأنبوب اللي قطره D1. لو نجي على تطبيق معادلة هيزن ويليامز، لازم يكون عندي إذا نستخدمها بحساب الشحنة الضايعة بالاحتكاك في أنابيب الرش أو أنابيب اللي بفتحات متعددة، لازم نستخدمها ويا معامل تصحيح كريستنسن. فراح تحسبها بالشكل الآتي. أولاً الـ HF الكلية، الـ HF هذا الكلية المسموح بها، راح يساوي لي HF مع الأنبوب ككل، الـ HF مع الأنبوب ككل بقطر D1 وطول كلي S في N1 زائد N2. يعني أنا أعتبر هذا الأنبوب كله الدايميتر مال الـ D1 اللي هو 100 وطول كلي هو 300 متر. أوكي، هذا ليش طبقناه بهاي الطريقة؟ لأن أنا ما أقدر أطبق على الجزء الأول باعتبار أنه مع هاي المعادلة ومعامل تصحيح يطبق إذا كان نهاية الأنبوب التصحيح يتلاشى في نهاية الأنبوب. هذا الشرط واحد. والشرط الثاني ايش حكينا به؟ طب بالتفاصيل مالته يا دكتور، نهاية الأنبوب هم لازم تكون مسدودة. نهاية الأنبوب مسدودة بالضبط، والتصريف يتلاشى وين؟ بنهاية الأنبوب. فحتنطبق معادلة هيزن ويليامز على هذا الجزء. دخلنا ويش؟ دخلنا الجزء الثاني اللي هو بقطر D2، راح نفرضها ايش؟ راح نفرضها هم هنا بقطر هو D1. هسه راح شلون نشوف هذا الجزء الايرور اللي دخل به هذا الجزء. ناقصا HF ليا جزء؟ لجزء لقطر D1 ولكن بايش؟ بطول S2 حتى نشيل هذا الجزء الايرور. اوكي، هسه دخل عندي ايش؟ هسه حسبت فقط ال HF مال هذا الجزء من الانبوب اللي هو D1 في ايش؟ في S في N1. بقى عندي ال HF، ممكن استخدم المعادله بشكل بسيط جدا على الجزء الثاني ال H زائد ال HF مال D2 لطول S في N2. اوكي، انا بعد ما كملت هسه ايش عندي معلومه من هاي المعادله؟ خلي بالك طلاب، الـ HF بقت هي نفس HF المسموح بها اللي هي 20% من الـ HA زائدا الدلتا زد. يا قيمة، هاي القيمة، هذا الـ HF الكلي المسموح به اللي هو المقدار ماله ايش قد؟ 11.5 متر. اوكي، هذا المسموح به لأن يعتمد على ايش؟ الشحنة التشغيلية، والشحنة التشغيلية حسبناها من معادلة مال الأوريفيز. هذا الجزء معلوم. الدي 1 هو ايش قد؟ هو 100 ملي. الدي 2 راح ناخذ ايش قد؟ نزغر على 80 ملي. اوكي، عندي هسه هذا الجزء الـ HF مال دي 1 وبطول انبوب الكلي، القيمه مالته ايش قد؟ هل معلومه ولا ما معلومه؟ قيمه تكون مفروض معلومه، مو تمام؟ هسه بالمثال، من المثال اللي قبله دي معلوم بس بالضبط. لا، مع الاس هو مسافه بين المرشات، الاس مسافه بين المرشات طلاب، لا ما بيها اشكالات. هذا الـ HF، هاي قيمة الـ HF المقصود به. الـ HF اللي حسبناها، شوف حسبناها على الـ D1 قطر 100 ملي، قطر 100 ملي وطول انبوب كلي، صار القيمة مالته 7.03. هسه هذا الجزء معلوم. الجزء المجهول بالمعادلة شنو هي؟ هذول الأجزاء ما أعرف أحسبهم بعد ما حسبناها. تحتاج تحسب الـ HF لطول أنبوب SN2 وبدايمتر 1 ل 100 ملم، زائداً نحسب الـ HF مع الجزء الأخير اللي هو D2 في H في SN2. يعني الـ N2 مجهول راح يكون، بس الـ N2 بهاي المعادلة مجهولة فقط. الـ N2 اللي هو قلنا طول الأنبوب، عندي ما أعرف الموقع ماله. فطلاب الـ D1 100 ملم، الـ HF هذه الكلية 11.5 ملم، الـ HF الـ HF طب بالأخير الـ HF ما تختلف؟ آخر حد، نعم آخر حد الـ HF ما راح تقول الـ HF راح تكون ثابتة نفسها؟
ما راح تكون ثابتة نفسها. ليش ثابتة نفسها؟ أنا عندي هاي الأجهة في الكلية، هاي الأجهة في الكلية تمام، هاي 11.5، هاي 11.5 راح يساوي لي مجموع الأجهة اللي يصير على امتداد الأنبوب ككل، هذا الأجهة طيب. المسموح به، فهذا هاي الأجزاء مالته مال الجزء الأول زائد الجزء الثاني، أنا ما عبرت الحد طيب. المسموح به. فإذا قيمة الجزء الأول معلوم، الجزء الأول معلوم، الثاني مجهول الـ قيمة N اللي تحسبها راح يحدد لك قيمة الـ HF. تمام أوكي. هسا ترجع أول جزء من المعادلة HF لقطر D1 واللي كامل طول الأنبوب حسبناها 7.03، مو 7.03 مو 5 أوكي. بقى تحسب الـ HF هسا لقطر D1 ولطول أنبوب SN2 أوكي، فأريد تحسبوها أنتو. طبق معادلة هيزن ويليامز هذا 1.14 في كيو، تشيك شوف التصريف ماله شقد وقيمة السي شقد والطول ماله وقيمة الاف، هاي كلها راح تتغير اكيد. اوكي دكتور، والدي راح ناخذها 100 مو الدي 1؟ 100 الدي 1 هو اللي يقول لك ال HF لقطر D1 ولطول هذا D1 ولطول الأنبوب الثاني الجزء الثاني ال SN2. لو طبق هاي المعادلة الطلاب انتبهوا وياي، 1.14 في 10 إلى 9 هذا الكونستانت مال المعادلة، التصريف مال الجزء الأخير ايش قد هو؟ 2.53 هذا مال مرش واحد في ايش؟ في عدد المرشات في N2 في N2 اوكي. قيمة okay. السي ثابتة، السي ثابتة هي ثابتة 120 1.852 في طول هذا الجزء من الأنبوب إيش قد؟ SN2 SN2 اللي على مقسوم على إيش قد؟ على D1 الـ 4.87 في قيمة الـ F ماله كم؟ 1 على 2.852 زائدا 1 على كم؟ على 2N2 أوكي؟ okay. هسه المفروض هاي المعادلة لو أجي أحسبها فقط يبقى عندي الـ N مجهول بي اللي هو الـ N2، الـ Q مال مرش معلوم، قيمة الـ S معلوم، طبعا هذا N2 هذا مو N تربيع حتى تكون بس بالصورة، فطلع عندي يعني بسطة بهذا الشكل، طلع عندي 1.95 في 10 ناقص 3 في N2 2.852 وهكذا. يبقى لنا هذا الجزء الأخير الـ HF اللي هو شحنة الضريعة بالاحتكاك على طول الأنبوب بقطر الحقيقي اللي D2، القطر الحقيقي D2، D2 هنا ايش قد عندي؟ D2 راح ناخذ 8 مليم، 8 مليم ونفس المعادلة الطبقة راح بس مختلف عندك هنا شنو هي قيمة D، هنا كانت 100 هنا كانت 80. وجدنا هسه هذا التير، وجدنا هسه هذا التير، وجدنا إيه هذا دلالة N2، وجدنا هذا بدلالة N2، هذا معلوم هذا معلوم، نرجع لهاي المعادلة الرئيسية ويطلع عندي ترايل عندي رورة في قيمة الـN تطلع مضبوطة. طلاب شوية انت راح تكمل راح تكمل خطوات مال حل هاي بنفسك واحنا راح نتابعك.